لماذا اختار الهلال البرتغالي روبن نيفيز للتعاقد معه؟ لنستعرض ارقام واحصاءات اللاعب مع الذئاب بالبريمير ليج في الموسم الماضي، وسنجد الجواب. روبن نيفيز هو أفضل لاعب على الإطلاق بفريق الذئاب في موسم 22-23، كان الأعلى تقييماً ب 7.23، وجاء من ضمن أول 20 لاعب لأعلى تقييماً في البريمير ليج. ساهم في 7 أهداف، سجل 6 وصنع هدف واحد، ولم يخيب التوقعات في الترانسفير ماركت بمعدل تسجيل الأهداف بالموسم الواحد، حيث كان المتوقع 5.17 لكنه سجل 6 أهداف. والهلال كسب لاعب يجيب ضربات الجزاء، سجل 3 من 3، وهو السابع في ترتيب البريمير ليج في هذا الموضوع. كل 503 دقيقة يسجل هدف، وهو رقم جيد للاعب يلعب في مركزه، والأعلى تسديدا بالنسبة لفريقه في كل مباراة ب1.9، وهو الأكثر تمريرا من حيث الدقة في كل مباراة لفريقه، 48.8 تمريرة بنسبة تجاوزت 84%. أما الرقم الرائع فهو ثاني الأعلى تمريرا للكرات الطويلة بالبريمير ليج ب6.1 لكل مباراة، وكان الأفضل في موضوع التدخلات ب2.3 في كل مباراة، وكسب الثنائيات بنسبة تجاوزت 85%، وهو رقم رائع وجيد يحتاج الهلال في الموسم القادم. ربما هو خسر الاستحواذ ب12.5 مرة لكل مباراة، لكنه كان الأكثر لمسا للكرة ب73.5 لمسة. أما الرقم السلبي هو حصوله على 12 بطاقة صفراء في البريمير ليج. نقطة قوة هذا اللاعب اللي أجمع عليها كل المتابعين هو قيمته في موضوع التمركز.